مرسوم رقم 4221 بيقول ينص على يجب وضع لافتة تحمل اسم المؤسستين باللغة العربية والأجنبية في مكان بارز على المبنى، ويجب وضع لوائح الأسعار بالأحرف العربية واللاتينية وتحديدها بالنقد اللبناني، وذلك على مداخل المؤسسات وفي الأماكن البارزة منها. كمان لقانون حماية المستهلك بنص المادة 9 منه تعتمد اللغة العربية من حيث المبدأ لصياغة المعلومات الواجب إدراجها سواء على لصاقة السلعة أو على التوضيب، وفي شكل عام في كل عمل يرمي إلى عرض السلعة أو الخدمة. نحن تقديم الطعام هون يعتبر خدمة. الإنجليزية والفرنسية وحتى الإيطالية وسواها من اللغات كلها تستعمل في تسمية المحال والمطاعم في لبنان بدلاً من اللغة الرسمية العربية، كما أن معظم لوائح المأكولات والمشروبات تكتب باللغة الأجنبية من دون العربية، والمعنيون يرون ذلك مواكبة للحداثة في ظل انتهاك القانون وغياب الرقابة ومستهلك خجول. في المنيو عندك هو كله بالإنجليش؟ بالإنجليش؟ حتى الاسم عندك بالإنجليش، شو السبب؟ بالإنجليش، عندي المنيو بالعربي معلق. اللي معلق بس اللي بتعطيه لزبونات بالعادي. اي هيدا هو. ليه؟ هيك هيك نحن صرنا بلد ويسترنايزد. إذا شخص ما بيعرف شو بيعمل؟ بيسأل. حسب ما عم نشوف المنيو عندك كله بالإنجليش. اي نعم، لأنه أكثر المصطلحات بالإنجليزي للأسف أو بالفرنساوي، وما في مصطلحات بتوازيها بالعربي، فلما بتضطري إنك تكتبيها بالعربي بدل ما تكون تنتهي العملية بكلمة أو كلمتين بتصير بتضطري تحطي جملة طويلة عريضة. فيك تقلنا مثلا هيدي شو؟ زعتر. أوكي، بس مكتوبة مزبوط زد أ ت أ ر. عندك لحمة بالعجين كمان. لحمة بالعجين يعني هي كلمتها حلوة لما تقول الزعتر أو لما تقول لحمة بالعجين. طب ليه مش حلوة كمان نكتبها باللغة اللبنانية؟ أكيد وزارة الإقتصاد أو وزارة السياحة ما طلبت منك أنه لازم ينكتب بالعربي وبالإنجليزي سوا؟ مكتوب بالعربي وبالإنجليزي. ما طلبت منك أن يكون على المنيو عربي وإنجليزي سوا؟ ما تفوتيني ديباجات هلأ. نحن طلبوا انه نحط الاسعار، فما كنت عارف انه كان في لغه معينه. المطاعم او المحلات او المؤسسات اللي بتخالف هذا المرسوم في عليها عقوبه او غرامه ماليه؟ في غرامه ماليه بين 1,000,000 و 3,000,000 ليره على المؤسسات اللي بتخالف احكام هذا المرسوم، وقانون حمايه المستهلك كمان بنص على غرامات متعدده على مخالفه احكامه. اي حدا بفوت على مطعم بلاقي انه المنيو منا باللغة العربية يقدم شكوى بهيدا الخصوص، إما لوزارة السياحة إما لجمعية حماية المستهلك. بعض المحال في الأحياء المتواضعة من شارع الحمرة ما زالت تحافظ على اللغة العربية ولو صدفة. بنتطلع هون كاتبة باللغة العربية واللغة الأجنبية. هيدا من المحلات القليلة اللي حاطة اللغتين سوا، شو السبب؟ والله ما بعرف، يعني هي قديمة هيك كانوا يحطوا يستعملوها ونحن حطيناها مثل ما هي. بتعرف شو السبب إنه هي ليش حاطين لغتين؟ لغتين على أساس كانت فرنسا هون. أصلاً المحل من زمان مفتوح، يعني من شي 25 سنة. ليه وقتها حطيتوا الاسم باللغتين؟ لأنه في أجانب بيجوا على المنطقة. ليه كتبها بلغتين؟ كان في أجانب وفي لبنانية لا يعرفوا باثنين. إن لم تكن فرانكوفونياً أو أنجلوساكسونياً فأنت أيها المواطن في مأزق اليوم في لبنان، ويتطلب الأمر منك إما استعمال معجم لغوي وإما الشكوى.